Je vais faire la correction. Donc, non. Exemple 2. Numéro 2. Calculer le TTR. Le taux trimestriel. Le taux trimestriel. Sachant que, le capital, c'est qui c'est? D'accord? Ou maintenant, elle est chaque année? 7 mois. 7 mois, oui. Maintenant, c'est 7 mois. Ou maintenant, le taux, donc, où elle va calculer, où elle est chaque année? 150. D'accord. Je vais vous dire. Elle a dit, 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 elle a ديت هاد البنكه قلت لي هاد الفلوس بغيت نحطها واحد 7 شهور غير نحتاجها 7 شهور بغيت نشوف شحال غيتزاد ليا عليها داكور ولكن هما قالوا لي فوالا 7 شهور غتزاد لك عليها 450 درهم مده 7 شهور هذيك 120 الف ريال 6000 درهم 120 الف ريال دونك هذيك 6000 درهم غتزاد لك عليها 9000 ريال انا بغيت نتسائل مع راسي بغيت نقول لهم حيت عندي جوج ديال بغيت نحطو فهاد البنكه ولا فهاد البنكه مثلا بغيت نشوف بنكه اخرى بغيت نشوف لو طو غنقول ليه بلاتي لو طو اللي كتخدموا فيه شنو هو شحال المعدل واش 10% واش 5% واش 12% اذا انا عندي الحلقه نعرف نحسبها قالوا لينا لو طو واش كيساوي لو طو كيساوي هو اي هنا لو طو كيساوي هو اي في 100 على لو كابيتال في المده اذا حنايا بوغ لا سوليسيون اش كنقولوا اون I égale C fois N fois T. Donc, ça va être 100. Hna, est-ce que nous allons nous calculer? Nous allons nous calculer T égale C fois N I fois 100. Voilà. Dans cette situation, la durée, elle nous a donné. La durée, elle nous a donné. Donc, le temps qui nous a donné, la durée du mois, فاش قلنا كنضربوا 12 دونك هنا غنشدوا هاد 100 غنضربوها في 12 علاش لان ان بلي موا مني المده كتكون بالشهور هذيك 100 كنضربوها في 12 و 12 اش كنكتبوا بها 12 شهر دابا طيب علينا غتطبيق تي تساوي اي شحال 450 في 100 في 12 لو كابيتال شحال لو كابيتال هو 6000 درهم والمده شحال 7 دابا غنبقى لينا سولو نحسبو نقدروا نختازلو بعدا من ما نحسبو نختازلو عندي واحد 100 جوج ديال الاصفار غيمشيو لينا مع واحد جوج ديال الاصفار غيبقى لي واحد الصفر غيمشي لينا مع واحد الصفر هنايا شنو يبقى لينا هنا الفوق غتبقى لينا 45 في 12 مقسومه على 6 7 نحسبو الفوق 45 في 12 شحال على فوق هنا 440 450 على 42 هي شحال 45 12 450 اها 540 540 ولا 450 ما اختزلتش خرجت لي 5040 540 سي ديفيزي بار 40 دابا الا قسمنا شحال غتعطينا 442 شحال في المجموع شحال الخارج شحال 12.85 دوز 25 دونك اش غنقولوا حنا دونك تي تساوي 12 هذا تي هذا راه هذا السنوي باقي ما حسبناش دابا داك المعدل العام ديال السنوي حنا اللي باغيين نحسبوا قالوا لينا احسب تي تي ار قالوا لينا احسب هذا لو طو تريمستريال لو طو تريمستريال اش كيساوي هو لو طو انيال مقسوم على 4 حنايا هنا دونك تي تي ار كتساوي هو تي ار اللي لقينا حنا هو تي ار مقسوم على 4 هي 12.8 مقسومه على 4 شحال غتعطينا و 12.85 مدام وي مدام علاش درنا سي
شهر زادت لي 450. اذا المعدل اللي حسبت لي هذيك البركه كل 3 شهور حسبت لي المعدل ديال زادت لي 3.21. كل 3 شهور ديك 6000 درهم كتزاد منها 3.21. بحال عندي 3 شهور و3 شهور، هي 6 شهور. انايا داك الشهر كناخذ الربع ديالو ولا النص ديالو ولا شحال، فهمتوا؟ وي غنحسبوا حنايا. دابا غنعطيكم دوطخ كيستيون، نعطيو سؤال اخر. هذا لو طو كالكيلي، خذو الصحيح. شتي الخطا اللي درتي انت خديجه؟ بقيتي قلتي اي وبقيتي كتكتبي اي، ولكن السؤال قالوا لينا احسب هادي اي، ما قالوش لينا احسب اي. حتى الصحيح تنشوفيها في انا ما درتها خطا. خير بيا، انا قلنا لك راه الكفاءه ديالك انت ما هذه هذه هكا كنتي لقيتيها. الله يلا برافو عليك. هذيك اختي تقسمي دابا، حنا باش ما نضيعيش هاد الاسم صافي ديري بحال هكا، خدمي هنا ورجعي خدمي هنا. خدمتي في الدار امينه؟ ما خدمتي ما غير لا في الحدا عقلي. علاش درنا الاخر؟ حيت هما قالوا لنا احسب تي تي اف. دابا هذاك المعدل اللي كيعطيونا هنايا اللي كنخدموا به حنايا هو هذيك العلاقه. دابا هذه العلاقه هذا انيه ديال المعدل السنوي، العدد اللي كنلقاو في الاخر كنقسموه على شنو طلبوا لينا. واش 3، واش على حساب تي ام ولا على حساب تي اس ولا على حساب تي ام. دابا غنخدموا حنا ليكزامبل الاخراني على حساب تي ام. كيستيون او بيان اكزامبل 3، مثال ثالث. اكزامبل نيميرو 3، احسب تي ام المعدل الشهري وحسب تي ام تيل كو، حيث ان ماذا سي كتساوي 3700 درهم. ان كتساوي 350 جور. I égale 540 dirhams. On fait TM. On a TR. Tel que, le capital est 3700 dirhams. La durée est 350 jours. Et l'intérêt هي 540 درهم اللي تزادت لينا. حنا دوك الفلوس حطيناهم مدة 350 يوم، لقينا في الاخر ملي خدينا فلوسنا لقينا زايدة علينا عندنا واحد الفلوس ديال 540 درهم. دونك حنا اللي غنحسبو هو تي ام. شفتوا هذوك الفوتو اللي كتاخذوا
باش تبارطاجيوهم مزيان. دابا راكم اللي كتبغيو تخدموا يبقى عندكم كلش صعوبه في الريغولاسيون. باش عطاوها لينا ان كيفاش ب لا شوفي لي جو اذا ملي كتكون لي جو فاش كنضرب هو نشوف لا غولاسيون اللي غادي تجي. دونك باش غنخدمو بهاد العلاقه هادي اي سي ان تي على 100. حنا اش باغي تي ام و تي ام اش كانوا قالوا لينا المهم باغين تي بصفه عامه باغين تي. دونك تي كنحسبوا حتى كنلقاو على بالك الساعه كنشوفوا على شحال غادي نقسموا. هذا الصفر غيمشي لك مع هذا، هذا الفوق غيمشي مع هذا، ممكن يمشي هذا مع هذا؟ واحد فين؟ هذا هي هذا، هذا غتختزلي مع هذا، تبقى لك هنا 54 في 360، 54 في 360 على 37 في 35، باش نقص لك العدد ما يبقاش عندك كبير. هذه بدا، وكيجي لي العلاقة هي بدا، ما تعرفش شنو هو خديجة، ها هي، حنا مازال راه نفسها غير كيتغيروا غير العدد، تي أ إي. فوا 100 فوا واش 12 ولا 360 ولا واحد على حساب باش عطاونا ان ان باش عطاوها لينا ان باش عطاوها لينا اذا فاش غنضربو 360 اي كتساوي قبل ما دير التطبيق قبل ما دير التطبيق العددي دير التطبيق الحرفي اول حاجه دونك اون اون ماذا العلاقه العامه داكوغ اون عندنا عندنا ماذا صافي غير خليها داكوغ دونك اون اي اش كتساوي سي ملتيبلي ان ملتيبلي تي على 100. دونك هاد العدد عطينو لينا اي هو 540 هاد سي عطاوها لينا 3700 ان عطاوها لينا 350 اذا شكون هو اللي ما عندناش هو تي هو اللي باغي نحسبو حنايا وهذا هو اللي قال لنا احسب ماذا كالكولي تي ام وحسب هاد العلامة استفهام يعني راه خصنا نحسبو هذا اذا هذاك تي العلاقة قالوا لينا ملي كنبغيو تي اش كنديرو تي كنجبدوها كنحطوها هنا اش كيبقى لينا في بلاصتها هذاك الاعداد اللي كيكونوا مضروبين فيها كيجيو لتحت داكو هذوك الاعداد اللي كيكونوا مضروبين فيها كيجيو في المقام في البسطة اش كيبقى كتبقى لينا اي في 100 ها هي علاش ضربنا قبيلة في 12 حيت كانوا عاطينا ان بالشهورة دابا ان باش عاطينا لينا بالايام الا كانت عندنا ان بالايام كنضربو في 360
اذا حنا باغيين اي تي دونك اي تي ايغال العدد اللي تيكونوا مضروبين فيها دونك سي ان كيجيو عندنا في المقام شنو تتبقى لينا هذه فهذه كيبقى لينا يا اي ملتيبلي 100 دونك اي ملتيبلي 100 ولكن ان باش عطاوها لينا بالايام هذه عطاوها لينا بلي جور اذا هنا غنضربوا في 360 صافي كيبقى لينا الاي القيمه ديالها كاينه هذه عندنا لو كابيتال القيمه ديالو كاينه وان القيمه ديالها كاينه داكور نديرو لاكو شحال جات لي جات لي عندنا 540 160 واحد فاصلة 25 علاش خديجة؟
شوفي نسافي علاش غادي تقولي حيت 15 قريبة ل 12 ياك خليجة شحال الفرق ما بين أمينة بغيت نقول أمينة 15 قريبة ل 12 هي واحد فيغول دابا تشدي 15.01 تقسميها على 12 غتعطيك هي 1.25 إذا بطريقة أخرى لا لا نسيت الدراسة لا تقسميها دابا دونك فوالا تي إم المعدل الشهري هو 1.25 بطريقة أخرى أنايا عندي واحد راس المال عندي واحد 3700 درهم حطيتها لمدة 350 يوم بحال عام بحال 10 أيام 10 ديال النهار لقيت الفلوس ديالي ملي مشيت جبتهم لقيتهم زادوا عندي ب 540 درهم أنا بغيت كل نهار شحال كيتزاد ليا دوك الفلوس كل شهر بليتو باسكو تي إم بغيت كل شهر دابا هذا كل شهر هاد 3700 درهم كتزاد فيها 1.25 كل شهر كتزاد فيها 1.25 صافي هذا هو الطريقه ديال الكالكول داكو بوغ هادو واش كيتسمى تي اس تي تي ار تي ا تي ان كيتسموا لي طو بروبورسيونيل دونك هنا المعدل المتناسب مع المعدل السنوي يا كيستيون سامارش فهمتي دونك سامارش جيسكا لا سيونس